كيف نبدأ اليوم منذ الاستيقاظ ستحدد أن تكون أنت في حالة نجاح أو تكون في حالة تخريب ومعاناة. العقل صباحا يكون في حالة جذب ومرن وتغيير. إذا بدأنا اليوم بالانغماس في الموبايل وخاصة بالأمور السلبية، فإننا نزيد من حجم السلبية وأيضا ستؤثر على باقي اليوم. 3 دقائق سلبية صباحا كافية لجعل يومك سيء وتجعل القلق الشخصي لديك يزيد. لذلك ينصح علماء النفس والاجتماع بأن يكون 20 دقيقة الأولى منذ الاستيقاظ تكون موجهة للصلاة، للتأمل، للتنفس، وأن نجعل لدينا روتين يومي ناجح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ابدأ يومك بالإيجابية لتستمر الإيجابية في يومك.